من هذا الموقع الرياضي ميدان التراك لسباقات الهجنة العربية تراسيلة في هذا اليوم وفي هذا السنة أيضا المفاجآت والشوط الحادي عشر ينطلق انطلاقة سليمة وجميلة وموفقة لجميع الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية تراسيلة. على بركة الله هناك نندفع بهذا الاندفاع الجميل والاندفاع المميز هنا من هذه الأسماء العملاقة هنا أيضا والمتواجدة بحثا عن الناموس وبحثا عن المقدمة والمركز الأول. أسير هناك مع الصدارة مع المركز الأول هناك أيضا وهذا الشوط المميز والجميل. يا سلام يا سلام هناك أيضا راهي منصور بن سهيل بالحطم العامري من يندفع هنا على الصدارة ولكن المركز الثاني على الطاغي هناك أيضا على المركز الثاني في هذه اللحظات محمد معيوب بن سالم الدرعي ولكن المركز الثالث هناك شعار الدرمكي من يتواجد على المركز الثالث ولكن هنا مياس على الصدارة سالم بن سعيد المصبح المخمري هنا من يتواجد بهذا التواجد الجميل المركز الثاني. أتابع هناك صوغان أو هناك أيضا الشعار سعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي والمركز الرابع أو ثالث المراكز القدوم. يا سلام والهان هناك من يتواجد غدير بن حميد أيضا الراشدي والمركز الرابع عودة هناك أيضا الاندفاعات من المراكز الخلفية هناك مسكت صالح بن محمد بن سالمي العامري والمركز الخامس هناك الدخول من المختبر سعود بن راشد بن سيف الشامسي والمركز السادس من القادم هنا والمنطلق شاهين محمد بن عوض بن سالم الاشتبي والمركز السابع هناك أيضا الدخول من الشامخ وصل الشامخ هناك أيضا بشعار سلطان بن حمد بن سالم الدرعي ولكن المركز السابع. أتابع هناك هملول ويتقدم مايد بن محمد بن صالح بن زايد الفلاحي هكذا النداء للمراكز السبع الأوائل المتقدمة والباحثة عن الناموس عودة إلى الصدارة عودة إلى المقدمة والمركز الأول. السيارة في الانتظار المقدمة هنا أيضا المقدمة مع هزام سعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. أتابع المختبر وسلالة المختبر سعود بن راشد بن سيف الشامسي والمركز الثالث ثالث المراكز ثالث تحدياتنا وصراعنا في هذا الشوط هناك أيضا ملفت ولكن بدران خليفة أو خالد بن سيف بن سالم أبو ظفيره العامري يتقدم بدران اللي ما يبنى له طاري إلا في هذه اللحظات. المركز الرابع هنا المربع الذهبي الله الله الشامخ هناك سلطان بن حمد بن سالم الدرعي والمركز الخامس خامس المراكز حشيم أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي هكذا التحديات والإثارة عودة إلى الصدارة. اختلط الحابل بالنار الكيلو الأخير هنا بدينا بالعد التنازلي العمالقة في موقع واحد في مسار واحد الصراع والأمور في خطر الصدارة والمقدمة المختبر والشامخ هنا أيضا في تحدي واحد ومسار واحد هناك الشامخ سلطان بن حمد بن سالم الدرعي من الجانب الأيمن هنا أيضا الوصول من المارد ولكن المختبر سعود بن راشد بن سيف الشامسي يا سلام هناك أيضا المركز الثالث من الجانب الأيمن وصول جميل من جميل أحمد بن خليفة بن زهرة الأخياني وصل هناك أيضا شعار بن زهرة ولكن يتقدم من الجانب الأيمن أيضا التبر وهناك أيضا هناك مبلش عبد الله بن الوهي بن سالم الدرعي هنا على الصدارة والمركز الأول شاهين عبد الله بن خلفان بن علي برفيسة الاكتبي هنا على الصدارة 100 متر الأخيرة خط النهاية هنا يرحب بهذا الشعار الجميل والمميز سلام شاهين سلام عبد الله بن خلفان بن علي بروفيسور اكتب المركز الثاني. أتابع هناك أيضا ملبج أيضا عبد الله بن الوهي بن سالم الدرع المركز الثالث
هناك أيضا الطاغي مطار براشد بن علبة مفتاح الشامسي، والمركز الرابع لحظات الوصول من ملفت منصور بن علبة سلطان العامري، والمركز الخامس هناك أيضا لحظات الوصول العبور من الشامخ سلطان بن حمد بن سالم الدرعي. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة والباحثة عن الناموس بهذه العروضات الجميلة. أعزائي المشاهدين تهانينا والناموس هناك أيضا لصاحب المركز الأول، وهناك أيضا شاهين عبد الله بن خلفان بن علي برفيسة الكبير. يا مرحبا حي الركايب بالعاديات اللي لفن، يا مرحبا حي الركايب بالعاديات اللي لفن. عمرنا 4:38:09 من الثانية التوقيت. هناك شاهين عبد الله بن خلفان بن علي برفيسة الكتبي المركز الثاني لحظات الوصول من أيضا شعار عبد الله بن الوهيب السالم الدرعي. 4:39:03 من الثانية، بينما المركز الثالث لحظات الوصول هناك أيضا من الطاغي قدم العرض الجميل والمميز هنا أيضا، وإنتاج الفقع مطار بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يتواجد مع 4:39:07 من الثاني تالينا، والناموس لجميع الفايز. التواصل يستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام متابعي رياضة الاصالة والتراث. هكذا اكملنا 11 شوطا، بينما نذكر بالتوقيت الافضل الذيبة صاحبة اول اشواطي هذا اليوم المملوكة لسيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف الذي قدم هذا الاسهم ب4:24:09 من الثانية. تهانينا والناموس في أول أشواط الصعوب والإنتاج أيضا التي لها القوة والإثارة من خلال الاندفاع القوي هناك في الأمتار الأخيرة، ليعلن المجازف بأنه متواجد في أول هذه المهرجانات وأول تسعيرات هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة.